واحد شاي كشري. وانا لو مش من هنا يعني وبدور على شغل تشور عليا بايه؟ اشتغلي اشتغلي ايه؟ في الخدمه يعني؟ اه حاجه كده. في حد قريب؟ لا انت هنا في المنتزه مفيش الكلام ده. انت لازم تطلعي بره منتزه اصلا، تطلعي بقى هناك في مكتب الحاجة أم صباح. أم صباح مين دي يعني؟ خدماتية؟ آه. طب وسمعتها إيه دي؟ محترمة ومتدينة وتعرف ربنا وبتحب البنات المتدينة. طب ينفع أروح لها دلوقتي؟ لا ده النهاردة الجمعة، أنت تروحي لها بقى بكرة السبت من بدري. بكرة السبت؟ النهار أسود. هبات فين أنا؟ أنت لازم تطلعي بره المنتزه وتدوري على مكان تتوي فيه. لان المنتزه ما فيهاش بيات اصلا. طب وعنوانها ايه الست دي؟ اشرب الشاي وانا ادلك على عنوانها. تشكرين. متزعمش قوي كده يا زميلي. لا ده تزعم براحتك. طمت عليا ولا ايه؟ اهو انت لما بتضرب كيميا بتبقى رخم. خلاص خلاص الزعم يا عم براحتك. انا هروح. انت كويس؟ سوقك يا ونش. اخرة الخيانة الدم. هربد عليهم الباب محدش بيرد عليا. في ايه؟ بطاقتك. وفي ايه؟ بطاقتك خلصي. ايه؟ بطاقتك خلصي. حاضر. اتفضل. انت كنت جايه ليه هنا يا غنو؟ انا كنت جايه اطمن على فتون صاحبتي. اه فتون. اخر مره شفتيها كان امتى؟ كان من حوالي اسبوع كده. واصل انا بتصل بيها كتير قوي على تليفونها بس تليفون مقفول وما ما بتفتحوش خالص، فقلقت بصراحه قلت اجي اطمن عليها. لا قرايب هنا ساكنه في حته تانية. لا بصراحه انا ما اعرفش اي حاجه عنها غير بيتهم ده. هو في حاجه؟ هم متخانقين مع حد؟ ما تساليش كتير، انا اللي اسال بس. خلاص. طيب حاضر، انا بس بستفسر يعني. يلا خدي بطاقتك ما تقفيش هنا كتير. حاضر. كلمه واحده يلا. شكرا. بسرعه. هو في ايه يا مميز؟ والنبي يا اختي احنا على الحال ده كده بقالنا يومين من ساعه ما الونش اتقتل. هو الونش اتقتل؟ طب سلام بقى يا مميز. سلام يا حبيبتي. عايزة فلوس. مش معايا فلوس كتير. عايزة ايه؟ عايزة اروح زيارة علي. انت اتخبلتي في نفوخك؟ عايزة تسلمينا؟ ليه يا اخويا وانا كنت عملت ايه؟ من زمان اصل هي بلغت عني وعنك. يعني تفتكر لو رحت الزيارة هيقبضوا عليا؟ اه طبعا. هي الدنيا مالها اسودت كده ليه؟ طب عايزة افتح الموبايل عشان اكلم علي. ما تفتحيهوش اليومين دول، اصبري شوية. طب انا موبايلي مقفول. وموبايل البت عسلية عاملة له نمرة قافلاه. عليه كده يتجنن. بقول لك ايه؟ انت تعرفي البيت اللي كانت شغالة فيه البت عسلية؟ اه يا اخويا اعرفه، ورا الشيخ زاهي. تفتكر البت راحت على هناك؟ يمكن. طب تحبي يا اخويا نروح لها؟
يا بنت؟ ايه اللي اخرك التاخير ده كله؟ فضلت الف ساعة ونص في الشوارع يا فتون. ليه يا اختي؟ ساعة ونص بهرب في الشوارع من الحكومة. الحكومة كانت ماشية وراكي؟ ايوه. بولاقة كلها ملغمة مخبرين. الولاية مميزو قالت لي انه بيدوروا عليك من بعد ما اتقتل الونش. يا مصيبتي السودا، الونش اتقتل؟ امتى؟ من يومين. وانت تعرف يا اخويا حاجة عن الموضوع ده؟ اعرف منين؟ احنا من ساعة ما سيبنا بولاقة ما عتبناهاش انا وانت. المصيبة دي بقى احنا نهرب من المصيبة، تجي لنا مصيبة أكبر. نعم؟ مصيبة إيه يا فتون؟ مصيبة إيه اللي انتوا هربانين وجايين منها هنا؟ على فكرة أمين الشرطة اللي وقفني خد بطاقتي وبص فيها كويس قوي، يعني أكيد حفظ العنوان. هيعرفوا منين إن احنا عندك هنا؟ لأن انتوا ضحكتوا عليا يا أستاذ راشد وضللتوني وديتوني بولاقة على عماية، فاضطريت اقول له ان انا صاحبه فتون وعسليه. يا لهوي، وتفتكروا ان هما هيجوا لحد هنا؟ بس بقى ما تسخنيش انت كمان على الفاضي، انا هنزل. تنزل تروح فين وتسيبني لوحدي؟ جرايه فتون، هنزل اعس على موضوع الونش ده. موبايلي مقفول وموبايلك مقفول، هنتكلم ازاي؟ هاجي اخر الليل، ما تنزليش. ودي بقى اخرتها مش كده؟ اخرت اللي يقف جنبكم ويعمل معاكم جميله يتعص. كتر خيرك يا غنوه، وعموما عادتنا عندك مش هتطول. سلام. هو اللي قتل مفتون مش كده؟ نفسي ما يطلعش هو. انت تطلعي على بحر ميدان المرسل والعباس، جنب منه بالظبط الصعيد بتاع الجيلاتي، فوق منه الدور الاول مكتب الحاجه ام صباح، ان شاء الله تساعدك. والله يا حبيبتي انا مش عارفه اقول لك ايه، بس انا ما اقدرش اشغلك من غير بطاقة. الشغل عندنا ليه اصول. معلش. الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال. انا يا حاجة لو تسمحي لي يعني اقوم اتوضى واصلي الظهر وبعدين امشي. تمشي؟ تمشي تروحي فين؟ اروح ادور على بيت عمتي ده اللي مش لاقيه بقالي يومين. استغفر الله العظيم يا رب. طب بقول لك ايه، قومي انت توضي وصلي وبعد كده نشوف هنعمل ايه. اعملي حسابك مش هتمشي من هنا. يعني هتشغليني؟ ان شاء الله هتفضلي في المكتب هنا معانا، وبعدين بقى اقول لك هتشتغلي ايه بالظبط. الهي يسترك ما يفضحك. امين. الهي يجازيكي بيا بكل خير. امين. الهي يا رب يوصلك على من يعدي. استغفر الله العظيم يا حبيبتي، انا ما عملتش حاجه، انت هتركبيني كده ذنوب. اصلي فين يا حاج؟ بص يا حبيبتي، اخر الطرقه كده في حمام، اتوضي وبعدين هتلاقي على ايدك اليمين كده الاوضه اللي تصلي فيها. حاضر، عن اذنك يا حاج. اتفضلي يا حبيبتي. ربنا يخليك يا رب، ربنا يسعدك يا رب، ربنا يبعد عنك عدوينك. لا ولا قوه الا بالله. باشا، في حاجة يا كابتن؟ بتدور على حاجة؟ في واحد شغال عندكم هنا اسمه عسلية. لا، ما عندناش الاسم ده. يا عم أنا متأكد إن هي شغال عندكم. بقول لحضرتك إيه، أنا مش ناقص تكسير في الدماغ، أنا عارف شغلي كويس وعارف مين شغال ومين مش شغال. بقول لك إيه، اتكل على الله، روح دور عليه في حتة تانية. خلاص يا عم، بالراحة يا عم. أهلا 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 أهلا، سعادة البيت. اتفضل يا بيت. إيه ده إيه ده إيه ده؟ يا راشد عامل ايه؟ ازيك سعادة الباشا؟ كويس؟ الحمد لله. يا رب دايم. ايه ده، انت ايه اللي جابك هنا؟ بدور على مرات عسليه. عسليه؟ هي كانت موجوده من يومين. اهو شفت؟ مش قلت لك شغال عندكم جوه؟ عسليه دي مين يا بيه؟ دي سالي يا حاج سالي. اه سالي، والله يا بيه ما اعرف انها اسمها عسليه. انا ما اعرفش انها اسمها زالي عندكم يا باشا. المهم يعني انا حصلت مشكله بيني وبينها كده وكنت عايز اصلحها يعني. هي قعدت نص ساعه ومشيت. مش راحت فين؟ لا ما قالتلناش بقى. بقول لك ايه يا حاج، ما تخش تشوف عندك ايه شغل جوه. حاضر يا بيه. اتفضل. بقول لك يا راشد، بما انك هنا معكش حاجه حلوه. والله يا باشا انا واقف بقالي كذا يوم. طيب انت مسجل رقم تليفوني، لما يبقى معاك حاجه كلمني. حاضر يا باشا.
اتفقنا؟ حاضر. ماشي يا حبيبي، عايز حاجة؟ ماشي، خلي بالك على نفسك بقى. يا زينب، زينب. أنا يا حاج. أنا همشي بقى يا حبيبتي. طيب يا حاج. وهقفل عليكي من بره زي ما قلتلك، ومش هتخافي وانت قاعدة لوحدك. ربنا معايا يا حاج. يا حبيبتي ربنا معاكي. بقولك ايه، تقفلي الشبابيك والإزاز وتطفي الأنوار. حاضر. فهماني؟ حاضر. سلام عليكم. بأمان الله يا حاج. الله يخليك يا حبيبتي. مع السلامة. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا ابني بقالك سنتين غايب عني، ويوم ما تحب تشوفني بقى عايز تستلف فلوس. اعمل ايه بس يا عم، الايام دي الدنيا معكوكه معاها على الاخر. والله على الناس كلها يا ابني. اصل انا اتجوزت. اتجوزت؟ يخص عليك يا ند. انا معرفش، هو انا مش مقام ابوك؟ والله العظيم ثلاثه كده جت على الضيق وفي السريع، ما انت عارف الجواز كله التزامات. من غير ما تحكي كتير، انت اول ما كلمتني في التليفون وقلت انك عاوز تقابلني عرفت انك عاوز فلوس. خد يا عم، هادي 150 جنيه اهم، عشان لما تقصدني في حاجه ما ينفعش اقول لك لا. 150 جنيه مره واحده؟ على العموم تشكر. ما قلتليش الجوازه دي حصلت امتى وفين؟ لا دي حكايه طويله احكيها لك المره الجايه. تسمع 150 جنيه. سلام عليكم. عليكم السلام. جميلة. أنا اسمي عسلية. لا عسلية إيه، أنا اسمي زينة. وأنت اسمك إيه؟ أنت لازم تستحملي معايا. لازم تستحملي. كده شكلنا ملناش غير بعض. يا ترى الدنيا مخبية لنا ايه؟
راح فين يابا؟ ليه بس كده يا زميلي؟ ده نظيف. زميلك مين ياد؟ انت هتصاحبني ولا ايه؟ جاي مين يا صديق؟ جاي انسي مجر قدامي. فين ده؟ اهو قريب. يا عم انسي يا عم هنا راشد، سيبه يا كابلو ده، ما عارف اسيبه. ايه يا غول؟ الحمد لله بالسلامه يا غول. تعال يا غول ادخل ادخل ادخل. خلاص يا كابلو. كل كل ايوه كل بيتك ومطرحك. حبيبي يا عم الناس، حبيبي والله. هو ايه يا لنديم؟ انما انت ايه اللي فكرك بيا يا غول؟ ايه ده؟ هو انا نسيتك اصلا؟ ده انا بقالي سنتين قالب على نمرتك الدنيا ولا الاقيها مع حد خالص. وعلي رؤيا اخباره ايه؟ علي اتحبس، خد 7 سنين يا شيخ. اه والله. وخدهم في ايه؟ في كرتون. اتجوز من هنا واتمسك من هنا. وانا اتجوزت اخت مراته. بقى الاتنين في رقبته والله العظيم. ومش عارف اعمل ايه؟ ما تشوف لي شغلانه ولا اي حاجه. امين يا صاحبي. بق متاكله دي، شكلك خسانه وهفتانه. كل يا حبيبي. تلات ايه يا زهر؟ وانا اعزم عليك انت كمان؟ ما تدخلي على البطه. اديني 3 4 ايام هظبطك. طب ايه؟ خد رقم. خد اتصل بنفسك وسجل رقمي وانا هسجل رقم. راح اعمل ايه؟ اعمل اي حاجه دلوقتي. I need servant, okay, to come with me to Sharm el Sheikh, and after that, come with me to Cairo. Okay? Huh? Huh? Let me ask Umma Sabah, because she is the manager here. Okay. بتقول لك عايزة واحدة تقعد معاها في شرم الشيخ وتكمل معاها على القاهرة. هي بتتكلم إيه يا بنت؟ مين؟ هي بتتكلم إيه؟ بتتكلم إنجليزي. إنجليزي؟ وأنت بتعرفي إنجليزي؟ الحق يا أخويا. طيب، شوفي بقى. سيبيني يومين يومين، ها، وكلميني بعدها اكون انا شفت بنت لهلوبه. You called the office 2 days after. Okay, I'm gonna call the office after 2 days. Goodbye. يا زينب، انت بتتكلمي انجليزي يا بنت؟ طب عرفتيه ازاي وامتى وليه؟ بتكلم يعني. انا بحكي لك قصه كده. استاذنك انا بقى 5 دقايق اروح اصلي العصر وارجع. طيب يا اختي روحي يا حبيبتي. انا كنت لقيتي على الارض امبارح وانا بوضب المكتب. 100 جنيه عن اذنكم. اتفضلي. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. يا جيك سفياني، بتتكلم انجليزي يا حاج صلاح؟ يا حلوه قوي قوي. ده ايه ده؟ ده انا معايا معهد 2 سنين لاسلكي ومعرفش اقول كلمتين على بعض من اللي هي قالتهم دول. لا والله البت دي ممتازه قوي قوي قوي، وهديه من عندك يا رب. احمدك واشكر فضلك. بقول لك ايه يا حاجه؟ شوفي كده بطانيتين قدام وكم هدمه من عندك، يعني تكوني مش بتستعمليهم دلوقتي، واديهم لها عشان هي عيني بتنام في المكتب والدنيا برد عليها قوي عليها. والله يا حاجه انا عندي بطانيتين في المكتب وجداد مش قدام، وبديهم لها بتتغطى بيهم في المكتب، ومع ذلك حاضر من عينيا الاثنين. انا هجيب لها هدوم مش قديمه، هدوم جديده محترمه كمان. ربنا يبارك. الله يخليك. طب بعد اذنك يا حاج، معلش اسمح لي يا صلاح. اتفضل. يعني ايه؟ انا بس عايز اشارك كده باي حاجه. هات لها اللي انت عايزاه، دلاليب، لبس اللي انت عايزاه، انا عايز اخد الثواب ده. ماشي ماشي يا محروس، من عينيا الاثنين. ربنا يديك على قد نيتك يا رب ويديك ثوابها ان شاء الله. ربنا يخليك. صباح الخير يا صابر. صباح الفل يا باشا. نبي يا صابر، المرتبه اللي جوه دي هتموتني، عصعصي هيموت وهموت منكم ناقص عصعص. كل اللي عصعصك يا باشا. قول لي. امر يا باشا. الواد كهربا الطبال ما اتصلش ولا جه؟ لا ولا اتصل ولا جه يا باشا. بيت. صباح الخير يا رجاله. صباح الخير يا بنات. طب والنبي يا صابر طالب منك طلب. امر كبير. الله يخليك. شايك كده على كل اللمض اللي طارت امبارح، غيرها كلها. ها كله تمام يا باشا. الله يحرسك ليا يا رب. لبنك يا باشا. تسلم لي يا حبيبي.
اصحى لينا، احنا جينا والكل هيبقى عينه علينا. كهربا واحد بس. باشا حاكم دار الكباريات، منور نجم الليالي. واديه كهربا، ناديه ما اتصلتش ولا جات يا واديه كهربا. ما احنا قلنا بقى باشا ناديه بخ. ناديه بخ؟ يخرب بيتك، انت مالك يا واد اتعلمت لوع النسوان كده زي الرقصات اللي بتشتغل معاهم ولا ايه؟ اسمع انا ما احبش اللي يخسرني يا كهربا، وبقلب عليه كمان. انت مش قلت ناديه هتجيبها في ايدك وانت جاي؟ كهربا يخسر الباشا؟ لا، كهربا قال يا ناديه يا غيرها. وبعدين ناديه مشغله تليفونها في الصمت بقالها كام يوم، فبلاها ناديه ونجيب سوزي ولا ليلى؟ وهي ليلى. يا سوزي يا ليلى، مدي حته وهز يا بت، هز يا بت. يا اختي مالك سوزي في نفسك كده ليه؟ دي سوزي خالص يعني. وادي يا صابر. عمر يا كبير، ايه رايك يا واد، سوزي ولا ليلى؟ ده بنسك يا باشا وكهربا بيع كلام. سمعت يا منيل؟ الباشا يصرف لي يومين بس كده نقضي في حته جديده شمعايه، شمعايه ونقلب بيها الدنيا ونولع بيها المكان، والنقطه ترجع تبقى ايه؟ سيول. هز يا بت، هز يا حته. طبال طبال يعني، لعلمك كلام الطبالين ده يهز في اي حته، لكن معايا انا ما يهز الشعر. ماشي، هو احنا ورانا غير الهز يا باشا؟ الهز يا باشا. ماشي يا خفيف، يلا يا حته، يلا اتكل على الله، شوف اكل عيش وامن على الناس اللي معاك يا واد. زلادي فرس عيوني يا باي. واد يا صاب. عمر يا كبير، مين اللي بيجيب اللبن ده يا واد؟ اللبن ده قاطع، غيروا اللبان. الو بنت يا غنوه، صباح الفل. هي بنت اتغنيتي ولا ايه؟ انت بتتكلم بجد؟ انا معايا فلوس؟ ده انا لو معايا فلوس كان زماني عندك كل شويه. اه طبعا، معقوله؟ عايز ايه؟ مش فاهم. ريكلام يعني؟ واحده من اللي بيقعدوا في الصاله دول؟ المولانا يا غنوة هنا اهو، تعالي خديه. امال ايه؟ عايز واحده للصاله؟ متنمرضوا عليك؟ هم لازم يتنمرضوا عليك طبعا. طبعا عندي واحده جامده جامد، بس هشوف الموضوع واقول لك. طيب يا استاذ فاضل اقفل وانا هكلمك تاني. ازيك يا راشد؟ السلام عليكم. عليكم السلام. مالك كده وشك عامل كده ليه؟ طبق بس. طب عملت ايه؟ القهوه. عملت ايه في ايه؟ يا ستي السودا، عملت ايه؟ الموضوع عسليه. رحت الفيلا قعدت نص ساعة ومشيت على طول. بقول لك ايه، خدي 500 جنيه واكل وشرب اللي في مرعاك. بتجيبي القهوة دي؟ تسلمي يا رب، ربنا يخليك. تسلمي. بالهنا والشفا، ألف هنا وشفا يا راشد. والله الواحد مش عارف يقول لك ايه والله يا بنت. بص عليك هتقول ايه؟ ده انتوا قاعدين في بيتكم ومطرحكم وتنوروني يا رب ان شاء الله العمر كله. بقول لكم ايه؟ امسك كده، انا هدخل اعمل لكم لقمه حلوه كده على مزاجي زمانكم ميتين من الجوع. يا واجباتك يا غنوه. فتون؟ ايوه. البت دي بتلون شويه، تهبش فيا شويه، تخش تعمل لنا اكل الهكايه. واحنا مالنا؟ هنبقى شحاتين وبنتامر؟ انت شحاته، انا قاعد بفلوسي. قول لي هنا كنت بايت فين امبارح وجاي متدهول على عينك؟ ما تكيش فيه. الله، ريحه الاكل اللي ما اتعملش حلو قوي. اختي ايه الغلب ده؟ علي خير؟ أنس بيسلم عليك. أنس المر. أنس المر؟ ده اللي فكروا بيا ده؟ المر حبيبي ومص عليك وسايب لك يسلم عليك. قول. مراتك وابن عمك مش عارفين يقولوا لك، معاهم حكاية كده بيخلصوها. مش فاهم الكلام. الكلام اللي عندي قلته.
تشكر. العفو. السلام عليكم يا حاج. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لا 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 لا, لا زعلان منكم والله. مصوعيني من غير اكل لحد دلوقتي؟ لا يا حاج اوعى تزعل، معلش حقك عليا، انا بس كنت مع زينب بشتري لها شويه هدوم. انا السبب يا حاج. امال ايه؟ كان كنت بضحك معاكي بس. هاتي السندوتشات يا زينب وتعالي ناكل سوا انا وانت والحاج. لا معلش اتعشى انتوا، انا لسه هصلي العشاء ومتوضيه الحمد لله. اصلي فين يا حاج؟ قبل الله يا بنتي. بص يا بنتي، انت ظهرك للشباك، القبله كده على طول. والسجاده عندك على ايد الكرسي. قبل الله باذن الله. اذنكم اتفضل يا حبيبتي. تعالى اقعد انت بقى. ايوه عشان تصلي براحتك. ايوه ربنا يكرمك يا حاج. الله يخليكي. اديك بقى السندوتشات لحسن انت جعان. خد. انا عايز اطلب منك طلب يا حاج. امري. يعني انا بفكر كده يعني ان زينب تيجي تبات معانا هنا، اصل بصراحه يعني المكتب برد قوي وانا صعبانه عليا، والبنت باين عليها بنت ناس ما اتمرمطتش قبل كده. اللي تشوفيه حاجه تحت امرك. ربنا يخليك ويرضيك يا حاج. راشد. عايزه سجاره. عايزه سجاره. ايه ده؟ هو راشد لسه نايم يا فتون؟ ما تقوم بقى يا راشد، انت بقالك 3 ساعات على الحال ده. انا صاحي على فكره. وانت يا اختي متشيكه كده ورايحه على فين؟ رايحه اسهر سهره حلوه عند واحد صاحبي، محل النمائيه فتون، يجنن وهيصه ومزيكا. قومي قومي البسي وتعالي معايا، وانت كمان يا راشد، اصحى يلا قوم البس يلا وتعالى معايا. والنبي يلا. لا نروح ولا نيجي، روح انت يومك بيضحك. لا ما ينفعش السهره الحلوه دي تفوتها، اوعى. مزاج حلو وسجارتين وكاسين ومزيكا، قوم بقى ما تبقاش بايخ، ما تقولي له يا فتون. ما يلا يا راشد بقى، انا القعده خلاص عفنتني، بقى لي 3 ايام قاعده. طيب قوم. اهو يا اختي. بقول لك ايه يا زينب يا بنتي؟ يعني بسم الله ما شاء الله، انا شايفك يعني حلوه وجميله وزي القمر ومتدينه. انت ما اتخطبتيش قبل كده؟ هيحصل امتى وفين يا حاج؟ احنا ناس على قدنا، ولا لينا اصحاب ولا لينا قرايب، وبعدين في الاول وفي الاخر ده نصيب. عندك حق يا بنتي، عندك حق. يا راجل اللي انت قلته لك ده كشفت البيت. ولا كشفتها ولا حاجه، مفيش اي حاجه يعني، انا بس كنت بسالها السؤال ده عشان ليا غرض منه. ماشي يا ابو غرض ماشي، بس بقول لك على حاجة، أنا حبيتها قوي. وأنا كمان، علشان متدينة بتعرف ربنا حق ما عرفته. صح. ربنا يبارك فيها وفي أمثالها يا رب. وفينا يا رب كمان. إن شاء الله يا ست. والوحش؟ ها ده شارد في الغابة، المهم انت تعرف تصطاده؟ أحي ده انا صنارة. طب يلا يا فاش دخل. يا ابني جزاز استيراد هنا للبيت. حصل. صباح الفل يا بيه، انا عايزك تظبط دماغك بدوري. ايه ده؟ خد يا عم ظبط انت دماغك بدي. يا اختي وحشة قوي كده ليه؟ عارفة يا فتون البت الرقاصة العجر دي؟ بتاخد 2000 جنيه في الليلة عند فاضل. بجد؟ اصل انت لو شفت فتون وهي بترقص تجنن، ولا اجدع رقاصه عندك. لو النبي. طب ما تيجي تشتغلي معايا، ده انا الرقاصه عندي ايه؟ ما بتكملش عندي سنه وبتخرج من الصاله على الشباك ايرادات نجوم سيما يا روح قلبي. ما هو كده يا فتون، ما انت جره رجلي هنا عشان تشتغل رقاصه. والنعمه الشريفه ما سمعت عن الموضوع ده حاجه، ده انا اول مره اسمعه دلوقتي. طب يلا نمشي، حسابك ايه يا عسل؟ الحساب وصل يا جميل. حساب ايه بس؟ احنا بينا وبين بعض حساب.
استنى. افخم ازازه مستورده اهو. القعده هتحلو. اسمع الكلام واوزنه في دماغك واحده واحده. وده بينسوا ايه ده؟ نبي يا اخويا بقى. يا ابني هات كوبايات الويسكي.